أما هلأ رح أروح لمحطتنا التالية. أكيد التفوق والتميز هو غاية وصول بيوصل إلى كل طالب، ولكن بحاجة إلى مهارات وبحاجة إلى تنمية، وهي الفكرة اللي عم نشتغل عليها طبعا كل المدارس من خلال المناظرات المدرسية. أكيد هذا سلمى ما بيكتمل إلا إذا الطالب عنده إصرار وإرادة لاستمرار التعليم والتفوق مع العامل التحفيزي من قبل المعلم، لأنه له دور كتير كبير لاستمرار العملية التعليمية المتفوقة. يعني فينا نقول عملية متشاركة بين الطرفين. لنحكي عن هي العملية واستمرارها في إعطاء التفوق والمزيد من التعليم، معنا الأستاذ أجود زيود والطالب زاهر عنبتاوي، وأكيد الطالبة سالي سليمان وسيدرا سلام. لكم يسعد صباحكم واهلا وسهلا فيكم. صباح الخير واهلا وسهلا فيكم. نبلش اكيد مع الاستاذ زاهر. اول شيء اجود زاهر، اول شيء كل سنه وانت سالم. وانت سالم يا رب، ان شاء الله ينعاد علينا. اهلا وسهلا فيك. خلينا نبلش عن بدايه، نتوقف عند المناظرات، اهميتها بالنسبه للطالب ودور المعلم في تحفيز القدرات عند الطلاب للقيام بهي المناظرات. الإدراك ليس حقيقي إلا إذا كان هناك محفز قوي عند الطالب، وهنا يأتي دور المدرس في عند الطالب الذي ليس لديه حافز في خلق ذلك الحافز، وتوجيهه وتوجيه أهدافه وتعلمه في مسارات تؤدي إلى القدرة الإبداعية عند ذلك الطالب. تجلى ذلك في بعض المواضيع مثل المناظرات المدرسية. المناظرات المدرسية، المناظرة المدرسية بشكل عام تعزز ثقافة الحوار وثقافة الاستماع إلى الرأي الآخر، تزيد القدرات للطالب عند الأدوات، تمكن الطالب من أدوات النطق، سلامة النطق، سلامة اللغة والحديث، كما أنها تزيد من سعة المدارك من خلال دعم الطالب في توسيع البحث العلمي والتفكير الناقد والاستماع بوضوح وإلى الرأي الآخر، الرأي والرأي الآخر. طيب خلينا نوقف شوي عند المناظرات المدرسية، أهميتها للطلاب اليوم، وفعلا يمكن إلى دور كبير بتطوير شخصيتهم وذاتهم للطلاب، والإضافة للتفوق التعليمي. نعم، هناك الكثير من الطلاب عندما بدأنا بفكرة المناظرات المدرسية كان الطالب لديه ضعف في الشخصية أو ضعف في النطق أو حتى في المعلومات. عندما بدأت المناظرات المدرسية لاحظنا التطور الهائل عند هؤلاء الطلاب، فأصبح لديه الإمكان في محاورة الآخر، النطق السليم، الوقوف السليم، حتى المعلومات الثقافية والمعلومات العلمية والإبداعية بشكل عام عند الطالب لاحظنا التطور السريع لحبه لهذا التعلم وكسب المعلومات. اليوم معنا أيضا ثلاث طلاب من الطلاب اللي تميزوا بالمناظرات المدرسية. رح بلش مع زاهر. أول شيء صباح الخير زاهر، عرفني أكثر عن هي التجربة، بأنو صف بلشت فيها، وقديش بتحس المناظرات المدرسية غيرت من طريقة تفكيرك تجاه الدراسة بشكل عام؟ هلا أول شيء هي الصراحة المناظرة بلشت كفكرة، يعني فينا نقول الفكرة كانت صدفة، شفناها أنا وكم طالب من فريق يعني من المدرسة، وتحمسنا شوي يعني نحن والطلاب اللي كنا بنحب نخاطب، بنحب نناظر، بنحب يعني نجادل حول فكره معينه، تحمسنا للفكره ونطرنا لحتى يصير يعني في قرار رسمي يعني بصدوره. ولما طلعت القرار الرسمي كان لازم الاداره تشارك بهذا الشيء، رحنا عرضنا الفكره على مديرتنا يعني، فهي المديره كانت يعني اول حدا شجعنا ودعمنا بشكل كثير كبير لحتى قدرنا ندخل على عالم المناظره. وصراحه بعد ما فتنا عليها يعني كانت هي بدايه الصيف بعد الصف العاشر، بلشنا نشوف نماذج عن المناظرات، يعني كيف كل سنة عم يكون البطولة، كيف عم يربحوا الفرق، كيف عم يكون في حكام عم يحكموا على هالمناظرة لحتى يعطوا كل مناظر كيف طريقة الإنسان لحتى يقدم فيها خطابه بطريقة يقنع فيها الباقية. فنحن لما شفنا هاي النماذج وشفنا الإبداع اللي عم يكون بين الطلاب وقوة الشخصية اللي عم يكون فيها الطلاب، تحمسنا الصراحة، وكان فريقنا يعني اللي كان يعني مجموعة من تحمسنا نحن الطلاب لحتى نقدم هاي المناظرة. فلما يعني دخلنا لعالم المناظرة بلشنا نتحمس أكثر وأكثر مع كل المناظرة عم نشوفها، ولما نشوف الحكام شلون عم يمدحوا بهالمجال هذا، بهالشخصية اللي عم يكتسبها الطالب بعد المناظرات، هذا الشيء خلانا نتحمس أكثر، نتعاون أكثر، صارت بعد دعم الإدارة كمان أكثر شيء دعمونا لحتى نقدر كل يوم بالصيف
تقريبا نجي باخر فتره انه كل يوم نجي على المدرسه نتشارك معا نتعاون مع بعض بغرف احد غرفات المدرسه نناقش الافكار نبحث اكثر نتعلم نعطي ملاحظات عن بعض انه انا والله عندي مشكله يعني بلغه الجسد مثلا يعطيني ملاحظه رفيقي الرفيق الثاني صار يعطيني صرنا نعطي رفيقي انا الثاني مثلا ملاحظه انه لازم يحسن افكاره اكثر لازم يكون في وضوح اكثر وهيك بالاخير يعني كل هذا الشيء كان نتاج لانه نحن ناخذ مكان كثير منيح بالبطوله واكيد يعني كان اثر كبير كثير على شخصياتنا جميعا كطلاب يعني اول شيء كيف صرنا نتعامل مع البقيه كيف صرنا نعطي راينا يعني نعرف انه نحن لما نعطي هذا الشخص راينا بهالطريقه ما حيقتنع بقدر الطريقه اللي حنعطيها لما نرتب افكار لما نعطي صله بين الافكار اللي عم نعطيها مشان تكون واضحه الفكره عند الشخص الثاني فهيك يعني كانت المناظره مو بس قصه بطوله نحن ربحناها على مستوى القطر مثلا لا كانت المناظره عنا اثرت علينا كحياتنا كفرد كشخص صحيح. وكمان كمجموعه كنا بين بعضنا عم نقدر كل واحد يتعاون مع الثاني يعرف كيف بده يتواصل مع الثاني اكثر واحسن رح انتقل للبنات والجنس اللطيف يعني عم نحكي عن فتره زمنيه قصيره وقدرتوا تحققوا انجاز بالمناظرات المدرسيه وتاخذوا جوائز وتكريم من قبل وزاره التربيه بدي اسال سيدرا وسالي شو اللي جذبكم اساسا للمناظره فعلياً بدها هي أساساً قوة شخصية وبدها فعلياً بدنا نقول يكون عندك مواهب ومهارات لا تقدري فيك تشرحي تكوني مع الطرف الآخر ضمن مسابقات على المستوى الجمهورية مرحبا أنا سالي سليمان كنت عضو من فريق نزير نبعة اللي شارك بالبطولة الوطنية للمناظرات المدرسية حابة أحكي عن تجربتي اللي مريت فيها بالمناظرات الشغلات اللي غيرتهم فيني هلأ مبدئياً الشيء اللي دفعني أول شيء للمناظرات هو أنا شخص بحب الاستكشاف كتير بحب غامر بحب أطلع على كل شيء جديد وجربه بعد ما دخلت بجو المناظرات الحقيقة كتير كان في نتائج إيجابية إن كان على شخصيتي ثقافتي طريقة نقاشي أنا شخص قبل المناظرة كان ممكن ضعيف أو ما بيعرف يعبر عن حاله بالطريقة الصح فعلياً أنا بعد المناظرة قلبت كتير 180 درجة خلوني أقول يعني زادت ثقتي بحالي صرت أقدر نمي ذاتي أعرف الطريقة اللي عم بشوف فيها الشخص الرأي إنه مو شرط تكون هي صح ممكن أنا أفكر بطريقة أحسن غيري يعطيني رأي اتقبل النقد صرت أقدر إنه إيه عادي أنا شخص مو منيح هون ممكن يكون منيح هون عندي نقاط قوة عندي نقاط ضعف وطبعاً نحن بهذا المجال صرنا نطور كل فترة نتدرب كل فترة نطلع على نقاط الضعف ونحاول نلغيها ونركز على نقاط القوة هذا الشيء بالإضافة لروح الفريق اللي عشناها كنا نفرح سوا نبكي سوا نعيش لحظات كتير حلوة مع بعض بحب وجه كتير شكر كبير للإدارة للكوتش اللي كان معنا كل لحظة بلحظة بهالنجاح الكبير أعضاء فريقي وكل حدا كان سبب بأنه نوصل لهون سيدرا مرحبا أنا سيدرا كنت عضو بفريق نزير نبع للمناظرات اللي شاركنا ببطولة 2021 حضرتك سألتي عن الفترة الزمنية هو فعليا فترة البطولة كانت حوالي شهرين خلال هالشهرين نحن لعبنا ضمن مرحلتين هلا أنا متأكدة إنه كل شخص بالفريق لاحظ الفرق الكبير يلي صار بين المرحلة الأولى والمرحلة الثانية فينا نقول إنه تصقلت شخصياتنا وطبعاً يعني كان في فضل كتير كبير للمدرب إنه هو خلانا نكتشف الشغلات اللي جواتنا نحنا لسه مو مكتشفينا فهذا الشيء ساعدنا على إنه نحنا نعبر عن الشيء اللي جواتنا ونعبر عن آراء فئة من الناس ممكن ما يكون عندهم القدرة إنه هن يعبروا عن آرائهم الشيء اللي تغير بالنسبة إلي كسيدرا هو البحث عن المعلومة إنه مو أي معلومة أنا بشوفها لازم تكون هاي المعلومة صح لازم نتأكد من المصادر إذا كان هذا المصدر موثوق أو ممكن أكثر من مصدر حتى لو كان مصدر موثوق ممكن يكون في أحياناً ركاكة بالمعلومة شغلة تانية هي إنه صرت أعرف أتعامل مع العالم بشكل أكبر يعني صرت أقدر أفهمهم من لغة جسدهم خلينا نقول التواصل البصري هذا الشيء كمان كان إنه كان في اهتمام عليه من قبل المناظرات وانعكس علينا بشكل إيجابي إنه صارت طريقة تعاملنا مع الناس اللي حوالينا سلسة أكثر أكيد يعني قد إيه نحن فخورين اليوم نحن عم نسمع سعيدين كثير عن جد عم نسمع هالحكي عم نشوف قديش فعلا هاي المناظرات قدرت تغير طريقة تفكير الطالب لكل شيء لحياته يمكن مو بس للمنهج الدراسي قبل ما نختم حديثنا استاذ اجود يعني بهالمناسبه اكيد بدنا نرجع نقول لك كل سنه وانت سالم وكلمه بتحب توجهها لكل المعلمين بشكل عام من وسائل التربيه هي التربيه بالقدوه
وهي من أفضل وسائل التربية. عندما يكون المدرس قدوة لطلابه فهو المنهج التعليمي لهم، عندما يكون قدوة للطلاب أكيد سيقتدوا قدوته وسيمشوا حزبه، وكل المعلومات التي سيستقبلها الطالب من مدرسه بحيث لا يكون هناك تناقض في المدرس بين تعليمه وبين أدائه وعمله وبين سلوكه، عندئذ سيكون المثل الأعلى للطالب وسنصل إلى أفضل الغايات التي نوصل لها. عم نشوف يمكن النتيجة اللي أكيد سعيدين وفخورين بالطلاب، نتمنى لكم التوفيق بالمناظرات القادمة. كلمة أخيرة إذا بتحبوا توجهوها يمكن لكل الطلاب اللي فعلا حابين يخوضوا هي التجربة، قديش إلى أثر فعليا في تكوين شخصية الطالب وتطويره اليوم؟ لا صراحة يعني بالنسبة لي فبنصح كل الطلاب يعني بس يحاولوا يلقوا نظرة سريعة على منهج المناظرة، على كيف تمشي، يجربوا يناظروا، يجربوا يدربوا حالهم، يشوفوا قديش حتنعكس عليهم آثار كتير إيجابية، سواء كانت بثقافتهم اللي حتتنمى بشكل كتير كبير، مو المدرس يحفظوه، لا صارت ثقافة عم تنمى هن من خلال مناظرتهم لحتى يقنعوا الطرف الثاني عم يتثقفوا تلقائيا. كيف بدهم يحكوا مع الناس، كل هاي الشغلات حتنعكس إيجابيا. فبتمنى بس أي حدا يجرب ويشوف الفكرة بشكل يعني قديش إيجابية. نحن من أول ما فتنا على مجتمع المناظرات وبنسمع جملة إنه المناظرة هي أسلوب حياة، أنا ما حسيت بحقيقة هاي الجملة لحتى خضت التجربة. أنا شخصيا بتمنى إنه فكرة المناظرات تطبق على كل المدارس، مو بس مدارس المتفوقين، لحتى كل الأشخاص أو كل الأطفال خلينا نقول يخوضوا هاي التجربة ويتعلموا أسلوب الحوار ضمن المناظرة لحتى نعرض أفكارنا بطريقة راقية. أما بالنسبة لي أنا حابة نوه عن شغلة، نحن بحديثنا أوقات ممكن نتغاضى شوي عن أدبيات الحوار، بهالمناظرة نحن أكيد رح نهتم ونحطه محور أساسي إلنا إنه يكون في عنا أدب بالحوار، اتقبل غيري وركز على الشغلات اللي فيني ادعمها بحجاج وبراهين، فأكيد رح يكون حديث كتير مشوق وأنا بنصح كل حدا يجرب هاي التجربة. وشكرا كثير لكم. اكيد، ونحن كمان بننصح كل الطلاب يجربوا بعد ما شفنا النتائج واسلوب الحوار اللي موجود. وبالختام اكيد بدنا نتشكرك استاذ اجواد وللطلاب سيدرا وسالي وزاهر، شكرا كثير لكم ويعطيكم العافيه. اكيد نتشكركم مره ثانيه ونتمنى لكم التوفيق بالمناظرات القادمه وتحققوا فعلا مراتب اولى مثل ما كنتم محققينها. شكرا كثير. شكرا.